بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس دوره البرمجه بلغه البايثون مقدمه من قبل فريق اسس. معكم خلدون الداني. ضمن هذا الدرس نحن حنحكي عن شغله اسمها اللوبس، الحلقات التكراريه. شغله كتير كتير مهمه بالنسبه لنا، شيء اسمه حلقه تكراريه. شو يعني؟ يعني انا في عندي اجراء معين بدي اعمله لهذا الاجراء عدة مرات، مثلا لنفترض 10 مرات او 20 مرة. فبدل ما اكتب هالتعليمة اللي بدي اعملها 20 مرة، بدل ما اكتبها 20 مرة، فحطها بقلب حلقة تكرارية بقول لها انه انا هاي التعليمة بدي كررها 20 مرة، وبكتب التعليمة 100 مرة، مرة واحدة، فبتتكرر 20 مرة. طيب نحن حتى نفهم فكرة الحلقات التكرارية، نحن لازم نعرف انه في عندي حلقتين بكل لغات البرمجة. الشيء اللي بنحكيه نحن بشكل اساسي، يعني مثلا اللوب، نحن حكينا شو هو اللوب؟ هو حلقة تكرارية عم تنفذ نفس التعليمين مرارا وتكرارا، تمام، لكن باختلاف بسيط ببعض المعطيات. الفكرة انه بكل لغات البرمجة في عندنا حلقة اسمها while، تعليمة اسمها while، والتعليمة الثانية اسمها for. تعليمتين نفس الشيء بيساو تنتين حلقات تكرارية، والتنتين بيختبروا شرط معين، تمام؟ ضمن هذا الشرط، أو طالما هذا الشرط محقق فالتنفيذ بيتم. طيب خلونا نشوف نحن هلا تعليمة ال why. أول شيء عرفت أنا متحول اسمه words، كلمات، يعني في بقلبه 1 2 3 4 5. إذن أنا عندي 5 قيم لهذا المتحول. أيوة، نحن من قبل أخذنا أنه بقدر أعطي قيمة للإكس وقيمة للواي، بقدر أعطيها 5 قيم للإكس. وقت أنت بتكتب بهذا الشكل فأنت عم تعرف شغلة اسمها array، مصفوفة. إذن أنت عندك مصفوفة، هالمصفوفة هاي اسمها words، مثل بالرياضيات. برياضيات كيف في عندنا مصفوفة أو ماتريكس بنسميها برياضيات، هون بنسميها array. فعندي العنصر الأول، العنصر الثاني، العنصر الثالث، العنصر الرابع، العنصر الخامس. فمثلا مثلا مثلا بغض النظر طبعا، نحن إذا بدنا هاي التعليمات ما تشتغل فبنكتب قبل كل تعليمة شفت 3، يعني الهاش أو المربع، هاد بيخلي هاي التعليمة تصير كومنت، تعليق، يعني بيتجاهلها الكومبايلر، ما تشوفها كتعليمة. فمثلا أنا بدي أطبع print words، شوف الترقيم كيف بيبلش. هذا العنصر رقمه 0، هذا العنصر 1 2 3 4. فمثلا لو قلت له print words 4، سيفت، فمنلاحظ انه طلع لي 5، يعني طبع لي هو العنصر الخامس. صح انا كاتب هون 4، بس العد عم يبلش من الصفر، لذلك 0 1 2 3 4، هذا العنصر الخامس هو 4. طيب نمحي هاي التعليمة، نجي هلا اذا بدي اطبع العناصر كلها. اذا انا بدي اطبع العناصر كلها، شو بساوي؟ يلي بساوي اني بعرف متحول مثلا اسمه n، عم يبلش من الصفر، وبقول while بالانجليزي تعني طالما ال n اصغر من 5 اطبع لي words وبقلب ال n، وبعدين ضف لي لل n 1 مشان ما يضل عم يطبع لي العنصر 1 1 1 1 1، يعني العنصر صفر دائما لازم يزيد 1. فلا اذا كبست كنترول s كنترول شيفت r، فمنلاحظ انه طبع لي 1 2 3 4 5. ليش؟ لانه اول شيء ال n بتكون صفر، فبيجي لهون ال n اصغر من 5، ايه قيمتها صفر، بالتالي طبع لي words صفر. شو ال words صفر؟ 1. هلا ضف لي لل n 1، فقديش صارت قيمة ال n؟ 1. بيجي لهون اصغر من 5، ايه طبع لي words 1، بيطبع 2.
هلا ضف لي واحد، صارت قديش قيمة ال n 2؟ إذا بدي أعرف أنا مثلا قيمة ال n قديش، شوفوا مثلا قبل ال هي بكتب print n، مشان شوف ال n كل مرة قديش قيمتها عم تكون بكل بكل عدة. فينا نقول عندي كم عدة أنا؟ 5 عدات. بكل عدة قديش عم تكون قيمتها؟ فأنا بكبس Ctrl Shift R، بنلاحظ إنه 0 فطبعت لي 1، 1 طبعت لي 2، 2 طبعت لي 3، ال N 3 فطبعت لي 4، وال N 4 فطبعت لي ال 5. طيب هلا حامحي هذا، يفترض نكون فهمنا الواي. على كل ضمن الدروس القادمه في امثله ان شاء الله بتوضح هذا الموضوع اكثر. طيب هلا في طريقه ثانيه عندنا للطباعه، هي عن طريق الحلقه التكراريه اللي اسمها فور. فانت بتقول له فور متحول ما اسمه اي ان ووردز برينت اي. شو يعني؟ يعني words هي ال array تبعنا، المصفوفة تبعنا. فطالما ال i موجود ضمن المصفوفة اطبع لي ال i، ومنلاحظ انه عم يمشي عدي عدي، عم يمشي بالترتيب. فإذا كبسنا Ctrl S Ctrl Shift R فبيمشي 1 2 3 4 5. تمام؟ إذا أول شيء بيطبع ال 1، طالما الـ i موجود ضمن الـ words بيطبع 2 وهكذا. المشكلة بهالتعليمة هاي أو بهالطريقة هاي أنه أنا بركي بدي أطبع عكسي، ما فينا أطبع عكسي بهالطريقة هاي. هلا أنا بقدر أطبع بطريقة عكسية، يعني أنا أطبع 5 4 3 2 1، بإني مثلا أعطي الـ n 4 وأقول while الـ n تبعي أكبر من الصفر أو أكبر أو يساوي الصفر. فينا نقول وايل، خلونا نقول أكبر من الناقص واحد أحسن مبدئيا. إيه بحط نقطتين فوق بعض هلا، وين نقطتين فوق بعض ليكون، وبقول له print words n. هلا بنقص من ال n واحد لأني أنا عم بمشي عكسي، من شوي كنا عم نزود لأنه عم بمشي بشكل تصاعدي، هلا أنا عم بنزل بشكل تنازلي. بكبس Ctrl S Ctrl Shift R، بنلاحظ إنه طبع لي 5 4 3 2 1، لأنه أنا بلشت من الأربعة وعم بنزل. هيك بيكون انتهى هذا الدرس، بتمنى لكم كل التوفيق، إلى اللقاء.